لا 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 لا. فحديثنا زهر الربيع بنت شاشة. نبغى الناظر الشاشة. وذا الحين راح نبدأ الأخبار، راح نبدأ بخبري أنا. بعدين رماس. بعدين رماس. بعدين لبنى. بعدين خولة. بعدين أمير. بعدين فاي. بعدين. الخبر اليوم نقدم شكر لبرنامج العجاويد لأنهم سمحوا لنا نعلن عن برنامجنا اللي هو برنامج بنات، وهم لازم يحتاجون شكر خاص لهم، وهذا احنا في برنامج بنات نقدم لكم كل ما نستطيع عشان نصل لقلوبكم وعقولكم بعد، وإن شاء الله نصايحنا ومشاهداتنا تحوز على رضاكم. ونروح مع الفيديو ونشكر العجاويد. يلا شغلونا مشاهدينا الكرام، من جمال الحياة، من جمال الحياة أن يعني تكون هناك البنية اللطيفة الرقيقة الرائعة المميزة. اليوم حنا جالسين قبل شوي جتنا أحلى في، وكأنها أسقتنا شربة المي، ولا لا يا بنايه؟ يا قلب الحي في، كيف حالك يا في؟ طيبة؟ شلونك؟ الحمد لله. في انت ليش جيتي هنا عندنا؟ عشان اسلم عليكم. لبى قلبك والله. شوفوا في جاية تسلم علينا يا جماعة الخير. طبعا انا قلت لها يا في اقعدي معنا البرنامج نسولف وكذا، قالت لا ما اقدر. ليه؟ عندي برنامج. عندها برنامج، شو اسم البرنامج؟ بنات. الساعة كم؟ 4. على اي قناة؟ قناة المجد للأطفال. وانت ايش دورك فيه؟ مقدمة. مقدمة ولا ايش؟ مقدمة. البنات اللي معك اليوم منهم؟ لبنى. لبنى. رماس. رماس. لا اقصد لبنى. رزان. رزان. لين سراحي. لبنى العيد ها؟ ايه. ورماس السبيعي؟ ايه. ايوه. ورزان رزان رزان. ايوه. ولين سراحي وداليا صقر. ان شاء الله واجد. طيب. المورقات والمؤنسات الغاليات فحديثنا زهر الربيع. وشكرا للبرنامج العجاويد لانهم خلانا نعلم عن برنامجنا، وننتقل للخبر رموسه. خبري هو خبر لطيف وجميل. من سنة تقريبا انتشرت قصيدة أبوس خشمه وانشده وشلونه، محبتي له ما وراها طماية، وقدره وشاركه في حزونه، واسرح عدو لي خبيث الطماية. خلينا نشوف الفيديو اللي من سنوات. يلا يلا يلا. عذب جميل وحديثنا النبع الأصيل في ساعة احنا السهور والمؤنسات الغاليات فحديثنا زهر الربيع. ما وراءك هواية وقدرة وشاركة في حدونا واللي خليفة الضماية فرجع فرجع عيونا الحج على طايد فرجع فرجع الله عيونا الحج على عذب جميل وحديثنا النبع الأصيل. حبيت إني أعلق، أنا كنت أقول عيونه وهي وعونه. يلا الحين داري خبر. لا خبر واحد. لبنى تفضل. خبرنا الأول، في أحد الأيام قررت ارتداء العباية والحجاب قبل الذهاب إلى المركز التجاري، وذلك لتجربة العباية أهي ثقيلة وتسبب المضايقة أم لا، ولكن اكتشفت أنها زادتني وقارا وسكينة، وقررت بعدها أن ارتدي العباية أينما أخرج من المنزل. وأنصحكم يا صديقات المشاهدات بارتداء العباية حتى لو كنتن صغيرات مثلي. خلونا نشوف المقطع نرجع لكم. يلا جميل وحديثنا النبع الأصيل في ساعة احنا السهور المغرقة
وحديثنا زهر الربيع. بنت نروح خبر خولة. نروح خبر خولة. طبعا في حلقة من برنامج بنات خلصنا الحلقة وقعدنا في القناة أنا وفي وأميرة وش اسمه وقررنا أنا وفي وأميرة نسوي حلقة من برنامج بنات بس طريقتنا، بس الواضح إنه ما عندنا سالفة. خلنا نشوف المقطع ونرجع لك. إن شاء الله علينا. السلام عليكم. أنا ببدأ المقدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم راح يعني نسوي مشهد تمثيلي قصير ويلا نبدأ. ويلا نبدأ. يلا يا أمي جهزت كل شيء تقولينه لي. زين يلا عطيني. يا ربي مثل تجيب ضيف هديب أو بابا. كيف حالك؟ طيب خلاص. يلا سأل أنا بقول مكتوب هنا صلاة الضحى طبعاً وآخر الضحى واحدة واحدة اللي تجي مكتوب هنا صلاة الضحى ومكتوب هنا ترى يطالع لكم بالمقلوب ركعتين ركعتين قبل صلاة الفجر وطالع لكم هنا السواك عند السواك عند السياق الصلاه يلا دوره. وهنا عندي مكتوب صلاه الوتر كل يوم هذه طبعا انه هذه اخر ورقه كلنا من يلا طبعا نمسك هنا هذه في المصحف يلا عجل يلا في برنامج بنات على قناه المجد لنبقى نقدما وقتا جميلا ممتعا نحن خبر اليوم. أنا ما شاء الله علي أحب الطبخ وأحب أسوي حلو كيك. مرة قررت أسوي كيكة لذيذة مرة كنت مشتهيتها واستأذنت من ماما تكون فاضية عشان تدخل معي عشان تدخل معي ودخلت تشتغل أنا عارف علي. بتصير وطبعا الكيكة بتصير سوداء ومحترقة يلا نشوف وطبعا عموري سبقها عمر أخوي الصغير سبقها ويلا نشوف المقطع وتفاصيل الكيكة سوا يلا بين التنافس أنا وعمر بالكيك وش راح نزين عندنا الكوكي نزين فيه والشرابات وهذا الزينة وهذا الشوكولاتة وبيضة الكيكة وطبعا لبسنا حق الشعر وهذا عشان يعني ما يبيك شعورنا فيه وكيكة وبس وانتظرونا إن شاء الله راح نفوز كلنا لا انا بس اخلط جيدا بس بس نخلط جيدا